نعم روبير، هذه المحادثات بين بوتين ونفتالي بنت رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد تأتي على وقع تطورات كبيرة كما يصفها الخبراء تشهدها الساحة الدولية، ولا سيما ملفات إقليمية في طليعتها الساحة السورية، وأيضا التحولات الخاصة بالعودة ربما إلى الاتفاق النووي الإيراني. فيما يتعلق بأبرز الملفات، نعم بالفعل هذه الملفات الخاصة بتطورات الوضع في سوريا، خاصة وأن بوتين كان قد تحدث عن أن موسكو تحاول وتسعى لاستعادة سيطرة مؤسسات الدولة السورية على كافة الأراضي السورية، وهناك إشكاليات كما قال، لكن ومع وجود مثل هذه الإشكاليات هناك الكثير من نقاط الالتقاء وفرص التعاون مع الجانب الإسرائيلي بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب. وأمل هنا أن يكون نهج الحكومة الإسرائيلية الجديدة شبيها وقريبا من النهج المعهود الذي كانت تنتهجه الحكومة الإسرائيلية السابقة. أيضا تصريحات بنت التي سطرت القضايا التي ستبحثها بالملف السوري وبوقف تطور البرنامج النووي الإيراني كما قال نفتالي بنت لم تختلف كثيرا عما قاله قبل توجهه إلى سوتشي حيث عقد لقاءه مع الرئيس الروسي، وأكد على أهمية والتعويل الإسرائيلي على العلاقة مع موسكو وعلى دور موسكو الإقليمي المتعاظم في الشرق الأوسط. فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني والدور الإيراني بشكل عام، يقول الخبراء أنه الجانب الروسي يلعب دورا وسيطا يحاول تدوير الزوايا، لكن الجانب الروسي ربما لن يجادف كثيرا كما يصف الخبراء بسمعته الدبلوماسية كما يقول، فيما يتعلق بإضفاء تغييرات أو تعديلات جذرية على الاتفاق الموقع عام 2015، خصوصا وأنه كان الجانب الذي ساهم في تقريب وجهات النظر بين الجانب الأمريكي والإيراني في ذلك الوقت، وإنما سيحاول تدوير الزوايا من جهة، لكن في ذات الوقت الجانب الإسرائيلي ربما يعول وهنا يكون حقا على القلق الروسي إزاء تعاظم أو زيادة تخصيب اليورانيوم، وهو معبرت عنه موسكو من خلال تصريحات كثيرة، وأخرها كان تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حينما اجتمع في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي في موسكو استباقا لهذه القمة التي تجري اليوم في سوتشي، وعرب عن قلق موسكو المتعاظم إزاء مخالفة إيران المتسارعة لالتزاماتها من الاتفاق النووي الإيراني. إذن موسكو ستساهم على ما يبدو في تدوير الزوايا، في تقريب وجهات النظر، ستلعب دورا وسطيا فيما يتعلق بتسريع وتقريب وجهات النظر والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وفرص تحقيق هذه العودة، ونحن نعلم أن هناك مساعي دولية متكاثفة حاليا في هذا الإطار. فيما يتعلق بالشأن السوري، ربما سيحاول الطرفان من خلال هذا اللقاء جس نبض وتلمس الخطوط الحمر إن كانت قد تغيرت لدى الطرفين بالتغير الحكومة الإسرائيلية. مراسلتنا أريج محمد مباشرة من العاصمة الروسية موسكو.